السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم لاير كيك، هي وصفه امريكيه، سانكاتو دانيفرسير، اي كيكه عيد ميلاد. هي في الحقيقه مكلفه، فيها بزاف الامكانيات، ولكن النتيجه تاعها روعه. ابقوا معي للاخير، مشاهده ممتعه. نروح الآن لمقادير الجينواز، هي تقريبا نفس وصفة الجينواز اللي درتها معكم سابقا. برك هذه تاع الشوكولا، عندي كيلة تاع البيض وكيلة تاع السكر، وعندي هنا كيلة نقسمها على اثنين، نصها فارينة ونصها كاكاو، وعندي هنا ساشي تاع خميرة الحلوى، وعندي هنا عطر الشوكولاتة. إذا ما عندكمش تقدروا ديروا عطر الكراميل ولا الفاني. نجيب الغيسيبيون، نحط فيه الحبات تاع البيض. هنا البيض جاني 5 حبات لانه صغير بزاف. اذا كان عندكم البيض متوسط الحجم ولا كبير شويه راح يجوكم رب حبات. ندير طبعا الرشه تاع الملح، وندير الكيله تاع السكر. نجيب الباتور تاعي ونبدا نخلط في البيض مع السكر حتى نشوفه ولا كريمو او يتبدل اللون تاعو، يعني يولي فاتح. نطلع مليح هذاك البيض كما راكم تشاهدوا، نتحصل على هذا النتيجه. نضيف هنا ليكستري تاع الشوكولا، ملعقه صغيره، ونجيب هذاك الخليط تاع الفارينه والكاكاو ونغربلو كامل كما راكم تشاهدوا. ومن بعد نغربل معاه الباكي تاع الخميره، ندير هكذا الكل مع بعض، وبلا سباتول ولا اون ماغيز نبداو نخلطو بهذه الطريقه من الفوق للتحت باش ما نهبطوش البيض تاعنا. وهذا هو خليط الكيك تاع الجينواز اللي نتحصلوا عليه. نجيب هنا المول تاعي، المول الخاص باللاير كيك، يجي عالي ويجي القطرة تاعو صغير تقريبا 15 سنتيمتر. نقسم هذاك خليط الكيك الى 2، لازم يكونوا متساويين باش هكذا كي نديروا الطبقات بعد التزيين راح يجونا كيف كيف. نقسم هذاك الخليط فوالا الى قسمين، ومن بعد نجيب هنا المول اللي دهنتو وغبرتو بشويه تاع الفرينه، ندير فيه القسم الاول. نكون مسخنه الفرن تاعي، ندخلو يطيب تقريبا 1.5 ساعة الى 20 دقيقه. وانا في الحقيقه درت 3 بياس في اللاير كيك تاعي، دونك زدت درت كيله صغيره تاع 3 حبات بيض وكيله تاع سكر وفرينه وكاكاو كيما درت في هذا الخليط الاول. ومن بعد ما نطيب القسم الاول تاع الجينواز نعاود نغسل هذاك المول ونعاود ندهنه ونطيب الاجزاء الاخرى ونتحصل على هادو لي بياس. نخليهم حتى يبردوا تماما. راح نعاود معكم كريمة الزبدة، ندير هنا كيلة تاع الزبدة او المارغرين اللي تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، عندي 250 غرام مع 250 غرام تاع السكر غلاس او السكر الناعم. وبويسك راني راح نزيد شوكولاته الدهن، دونك نقصت الكميه تاع السكر غلاس او السكر الناعم، درت فقط 200 غرام. نديرهم هنا في البيترا او في العجانه، نخليهم يدوروا مليح، ومره على مره نهبط هذوك الجوانب باش الزبده العالقه في الجوانب تهبط لي كما راكم تشاهدوا. وبعد ما تخلط مليح الزبده مع السكر غلاس نضيف هنا ملعقه صغيره تاع شوكولاته الدهن ونعاود نخلطهم مع بعض كما راكم تشاهدوا. وفي الاخير نضيف شويه تاع الماء باش هكذاك تجرالي ويكون القوام تاعها باش نقدر ان نطليها بين طبقات الكيك. نعاود نخلط بهذا الشكل
وتكون كريمة الزبدة واجدة معايا. نروحو مباشرة للمونتاج، ندير شوية تاع لا كريم او بوغ هنا في الصحن اللي راح ندير فيه المونتاج، باش هكذاك ما يتحرك ليش الكيك تاعي ويغبني. نحط الطبقة الاولى، ندهنها او نرشها بشوية تاع السيغو اللي كنت خدمته بكاس تاع الماء ونص كاس تاع السكر، نخليهم يغلو مدة 10 دقائق فوق النار ونطفي عليهم. بعد ما دهنت الطبقة الاولى طبعا درت لها شوية تاع الجوز هكذا ولا اي نوع من المكسرات عندكم تقدروا تستغناو وما ديروش. ومن بعد كيف كيف نعاود ندير الطبقة الثانية، نشربها بهذاك السيغو، نزيد لها شوية تاع لا كريم او بوغ او كريمة الزبدة، نزيد لها طبقة تاع المكسرات او الجوز كما كم تشاهدوا، ومن بعد في الاخير نشرب الطبقة الاخيرة هكذا مليح ونحطها فوق الطبقة التالية. طبعا راح نقلبها ونحطها فوق الطبقة التانية بهذا الشكل، نضغط هكذا على الكيك من فوق بهذا الشكل. ومن بعد نجيب كريمة الزبدة، راح ندير طبقة خفيفة من فوق تاع كريمة الزبدة باش نغطي هذوك العيوب تاع الكيك، هذوك الثقوب، وتجيني مسطحة هكذا. ندير في كامل الثقوب كمية تاع كريمة الزبدة، وبعد ما نكمل هاد العملية راح نخلي الكيك تاعي يبات ليلة كاملة في الثلاجة باش يشد روحو، ومن بعد راح نكمل المونتاج. وقبل هذا نجيب زوج تاع عواد الشواء كيما هادو ونديرهم هكذا في الوسط باش يبقى حاكم روحو وما يميلش الكيك تاعي. وبعد ليلة كاملة نحضروا كريمة الشونتيي للتزيين. هنا بنتي فدوى هي اللي راح تزين لكم اللاير كيك هذا. دونك درت هنا كاس ونص تاع بودرة الشونتيي مع كاس تاع حليب يكون بارد جدا. علاه درت كاس ونص تاع بودرة الشونتيي؟ باش تجيها كريمة ثقيلة. من بعد هنا بعد ما تحصلت على هذا القوام عمرت شويه من كريمه الشونتيي هنا في اون بوشا دوي ودارت الطبقه البيضاء هكذا من تحت. ومن بعد ضافت لهذيك الكريمه شويه تاع شوكولاته الدهن باش تتحصل على اللون الفاتح البني الفاتح. فوالا نحيت شويه من كريمه الشونتيي، زادت لها شوكولاته الدهن وخلطتها هكذا بلا سباتول باش تتحصل على اللون الفاتح. عاودت عمرته في اون بوشا دوي ودارت الطبقه الثانيه باش يجوها او يجيها التزيين متدرج. ومن بعد الطبقه الاخيره زادت لها كميه شويه زياده تاع الشوكولاته الطلي وتحصلت على هذا اللون البني. عمرته في اون بوشا دوي وكيف كيف دارت هذا الطبقه. تجيب هنا كوبات ولا اي حاجه موجوده عندكم وتبداو تمسحوا هكذا بهذا الشكل الجوانب باش تنحوا الزائد تاع الكريمه، وكيف كيف من الفوق تاني. وبعد ما تحصلت على هذا ابدات في التزيين، طبعا يكون على حساب الاختيار تاعكم. المهم دارت هنا شويه شوكولاته دائبه وخلتها هكذا في الجوانب تسيل، وفي الاخير راح تزين بكل انواع الشوكولاته، دير دي غوزاس بكريمه الشونتيي وتزين على حساب الرغبه تاعها. راح نخليكم تكملوا لا فيديو بالتزيين هذا ونقولكم شكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله.